معمران علقوا على المضمون لأنه لا يهمنا. الملف في الصحراء المغربية، في صحرائنا وكامل تراب الصحراء، معمران علقوا على المضمون لأنه لا يهمنا. لمغربية الصحراء، مسألة الصحراء المغربية، الصحراء المغربية، مغربية الصحراء، في الصحراء، في مغربية الصحراء، لا يهمنا. للمبادرات والخطوات الهامة التي انخرط فيها المغرب. الشعب يريد إسعاد الجنسية، الشعب يريد إسعاد الجنسية. بفضل الرؤية الملكية المتبصرة والاستشرافية. وشي واحد ساكن هنا وسكان انتما والو ما كاينش كنغوت. واش شي واحد ساكن هنا ما كاينش؟ هاد الزبل هذا تنعانيو معاه، باش غنقول لك ما تنعسو ما تنشوفوه، تنطلعوا لجهه اخرى باش ما نشموش هاد الريحه، تنطلعوا احنا لجهه اخرى. انا ولادي تنموتوا بالعطش، اما البيضه ديالي حنا ما عارفاش منين غادي نمشي نجيب الماء. حنا كنبينوا جينا باش قمعونا هاد الناس وحقرونا. المخير هنا ما خدامش ما عندوش الاوراق. والتي احدثت تحولات جذريه وعميقه في مسار تحقيق النهضه التنمويه الشامله. البطالة التي لا ننفيها بالمناسبة كي لا يعتقد شي طرف بأنه الحكومة تتملص. ماشي سوق نديروا اللي يعجبكم، انا قالوا لي طحن غنطحن. شكون سعاده الباشا اللي قال لك طحنا؟ وبوأت المغرب مكانه مرموقه ومتقدمه بين سائر الامم والشعوب. نخرج من هذه البلاد ما عندي ما ندير فيها، واش 35 هي اللي غتعيشني؟ واش هي اللي غتعيشني في هذه البلاد؟ واش شي واحد ساكن هنا؟ ها انتوما ها المنكر ها هو. نحن نعرف بأنه هذه البطالة التي ارتفعت في السنوات الأخيرة ارتفعت لأسباب نعرفها جميعا. أما احنا الدراري راه كلشي مريض، كلشي مريض، ما كاينش اللي تقدر يجلس في الجردة بالليل. خصوصا أنا ساكنة في وسط الغابة بعادي مني الناس بواحد المسافة، ما عرفتش كيفاش غادي ندير تنوصل عند هاد الناس باش غادي نجيب جغمة تاع الماء وفيا نموت. المسار التنموي لبلادنا والحمد لله، وكما أكد ذلك جلالة الملك نصره الله، وصل إلى درجة من التقدم والنضج أصبحت معه بلادنا في حاجة إلى الجدية للارتقاء به إلى مرحلة جديدة. هذه اللي كتشوف مدرسه العداد ما الطواليطات ديالها انا نصور تشوف المدرسه كلها الطواليطات ديالها هما هادو هنا فين كيقدر يمكن يقدر الاستاذ خرجوا تبعني السي فريد. عندي بنت اولى باكالوريا الدرعي تاع اعدادي وما تقراش واوراش اصلاحيه كبرى ربحنا بفضلها الرهان، رهان التحديث والعصرنه. سيمانة هادي ما كناكلو ما كنشربو، حنا ولينا كلاب في هنايا. ها شوفوا دابا انا غنمشي ليو غنسكن غنبرك عاف الزنقة غنبات. للأسف كنا نراهن وننتظر أن تكون الوضعية ديال المدينة في صورة أرقى، في صورة أبهى من هذا الشكل. وأنا ولادي تنموتوا، ولادي اش نقول لكم، مساكن بغاو غيمة ديال الما، دابا بغاو غيمة ديال الما، راه حالتنا حالة وحالتنا يرتلها. وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها كل المغاربة بالشمال كما بالجنوب، بالشرق كما بالغرب. وهي
عشرات الاطنان ان لم اقل مئات الاطنان اللي محتله الجوانب ديال شوارع كبرى في مدينه فاس. عشرات المواطنين من دوار زركان ايت عبدي جماعه زرتا حنصل كيوصلوا الاعتصام ديالهم لليوم الثاني التوالي بمدينه بني ملال وتحقيق العديد من المكتسبات. ربط الدوار بالكهرباء وربط كذلك المنطقة بالماء الصالح للشرب بالحاضرة كما بالبادية. فعنوان المرحلة الجدية والالتزام على هدي التوجيهات الملكية السامية لبلوغ مدارج الرقي والازدهار. أنضل في الخدمة ونجي نبات في الزنقة، ما عندي فين نمشي، واش أنا قادة عليك راه 35 ألف ريال، كي غندير لأخويا؟ كي غندير ليا؟ فين هي؟ أرخص طريطة، أرخص طريطة هي 1500 1700 درهم، فين غنجيبو حنا 1500 1700؟ وحنا غاموية ويمين. الاسم العواد عبد الله، سيكتور الدحير حما 217. خدمت في العسكر ربع سنين وشي داخله في خمس سنين ربع سنين ونص ديال السيرفيس. باش يتهزوا هاد البيوت هادو ولا يجيبوا دوك الناس يسكنوهم هنا بيد ما يبنيو ولا بيد ما اللي ما مستافدش يستافد. ها انتوما والو. نخليو حوايجنا بالزوزين، كلشي هازين وما عندنا راسنا واش ساكنين ولا خارجين الزنقه. والتنزيل الامثل للجيل الجديد من الاصلاحات والاوراش التنمويه الكبرى. لتدعيم وتعميم الحماية الاجتماعية. واش شاكب بالمسايق دار يجي يدخل ولدو لهنا؟ واش الوزير السابق يقدر يدخل ولدو لهنا؟ هذا راه ماشي حق، ماشي حق هذا، سيدنا ما كاينش لينا حق. والحز وقيطات في الاستعمار ما كاينش بحال هذا، اللهم منه منكر، اللهم منه منكر. وتعزيز السيادة الصحية والدوائية والغذائية والسيادة الطاقية والمائية. وتعطبت عندهم في هذيك الماكينة يكون كاسور ديال الجيني. وخلاو لي 60% ديال العز، والمعيشه غاليه والدواء ما تلقى باش نشري راه تنسعه. ما عرفنا شنو نديرو، ولادنا تشردو، ما عرفنا ما تناكلو وما تنطيبو، ولينا طايحين. الله يشفيك من عند الله في الزهايمر. وجذب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص الشغل للشباب. راه تنطلب باش نشري الدواء و تيشدوني تيدوني للخيريه تنبيع كلينيكس تندور بكلينيكس. المسؤولين اللي دايرين بحال هكا من تهضري معاهم شنو هو اللي قبل الحكم راه جميل عاصم عليه وعاصم عليه. ضمن رؤية ملكية استراتيجية طموحة واعدة لبناء نموذج تنموي تشاركي جديد يروم وضع خطة طموحة للانتقال إلى مغرب مزدهر، مغرب الكفاءات، مغرب الإدماج والتضامن.